عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بألف خير وفي تمام الصحة والعافية. أو بالنسبة لكم انتم إلى أول مرة كتزوروني أو لهكا كتصادفوا القناة، ما تنسوا تشاركوا بواسطة الضغط على الزر الأحمر الموجود مباشرة أسفل الفيديو، وأيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد. اليوم إن شاء الله كيف ما تشوف العنوان ديال الفيديو، هذا الفيديو غادي يكون بشراكة مع موقع بانكود، هذا الموقع الصيني المشهور والمعروف والغني عن التعريف، واللي انا شخصيا تعاملت معاه مرات عدة، وبزاف ديال اليوتيوبرز يعني في حول العالم كيتعاملوا معاه وكيشكروه. فهذا الموقع رسل لي بعض المشتريات فجيت باش نشاركها معكم ونعطيكم الراي يعني الصريح بحال ديما. فلا كتهمكم هذه النوعيه ديال الفيديوهات وكتعجبكم خليكم معايا حتى الاخر. اول حاجه غادي نبدا بها هو هذه الخلفيه، هذه بيضاء فاريير بلون. انا سبق وخديت من بانكود بزاف ديال الخلفيات صراحه كيعجبوني، كيعجبني هكا مره هكا نغير. هذه زوينه كبيره، اللون ديالها ابيض كيف ما كتشوفوا، وهكا عريضه يمكن لكم تغطيو بها هكا حيط، غير هو وكان شويه مكمشه يعني ميبغيو نستخدموها. بالنسبه للناس اللي باغينها كينشئوا قنوات جديده خاصه بحال هكا تحدد، هذا هو الشكل ديالها كيف ما قلت زوينه، الثوب ديالها صحيح. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو هذا الساك، هذا السويك، هذا هو الشكل ديالو. الساك عجبني بزاف، زويون خفيف، الجوده ديالو مزيانه، ماشي شي جوده اللي هي عاليه جدا ولكن مزيانه يعني بالمقارنه مع الثمن ديالو، الثمن ديالو جد مناسب. على اين غادي نخلي لكم الروابط ديال هاد المشتريات او هادشي اللي توصلت به كامل في صندوق الوصف. هذا هو الشكل ديالو من الداخل، فيه هنا سلسله بحال هكا وهنا فتحات. صراحه عجبني الشكل ديالو، عنده السميطه بحال هكا كيتهز، الشكل ديالو زوين وكيف ما قلت الجوده ديالو مزيانه على قد الثمن ديالو، ولكن فعلا زوين وعجبني. هذا هو. وثاني حاجه معايا هنا هو واحد الساك اللي صراحه ما عجبنيش بزاف، الجوده ديالو على قد الحال. هذا هو الشكل ديالو، فيه الالوان بالنسبه لهذا السيكان راه فيهم جميع تقريبا الالوان، فيما قيل واحد 6 ولا 7 ديال الالوان. على اين غادي تدخلوا الموقع غادي تلقاو لي ديتاي او التفاصيل. هذا هو الشكل ديالو من الداخل، كيف ما قلت الساك ما عجبنيش بزاف، جاني هكا بحال سواقي. المهم هكذا هو الشكل ديالو من الخلف، وفيه من داخل فيه هنا واحد الدروس من داخل هادي هكا، وفيه هاد البسطام هذا كنعتقد هو الشكل ديالو صافي. وفيه هادي تا هي وفيها لي كارت داك التخربيق، ولكن صراحة كيف ما قلت ما عجبنيش بزاف. ونجيو عندي هنا هاد التروسة هادي ديال الأطفال، شفتها بنتي في الموقع وعجبتها الصراحة، زويونة يعني بالآخر ديالها. هو الشكل ديالها من الداخل على شكل ديال طريف ديال الدلاح، صراحة زويونة ورطيبة وعجبت بنتي بزاف. وعندي أيضا هاد لي زيبونج هادو ديال المكياج اللي كنوزعو بيهم المكياج، نتمنى يكونوا واضحين. كنعرفوا ان هاد البونجات هادو كينفعوا مزيان خصوصا هكا ملي كنبغيو نوزعوا الفون دو تان او الكونسيلر هنا في البلايص اللي كيكونوا صغار، خصوصا هنا في المنطقه تحت العينين وهنا هاد المناطق هاد وحده الانف. صراحه هادو عمليين بزاف ورطيبين وزوينين، يعني الجوده ديالهم مزيانه والثمن ديالهم كان جد مناسب. وخديت ايضا هاد بيوتي بلندر هكا صغار، صراحه هي كانت مجموعه كيجيو فيها خمسه هكا باللوينات. هذا هو الشكل ديالهم زويونين ورطيبين حتى هما، كنعرفو هكا باش كنبدلو الاستومبيو هكا الفون دو تان او الكونسيلر لونتي سيغل. هذا هو الشكل ديالهم يعني زويون بزاف، هذا كان البليصات هكا اللي هما صغار يعني كنحتاجو هكا. الشكل ديالهم زوين كيف ما قلت خمسه باللوينات اللي هي مختلفه، صراحه حتى هادو عجبوني بزاف والجوده ديالهم مزيانه يعني رطيبين بزاف بزاف. شوفي كيفاش كيبانوا، صراحه حتى هما عجبوني. وعندي هنا هاد البانسو هذا الخاص يعني بتوزيع الفون دو تان او الكريم الاساس، هذا هو الشكل اللي انا قلبه لكم. هذا هو انا جبته صراحه، هادشي باقا ما استخدمتوش يعني خليته هكا جديد حتى نتقاسمو معاكم.
هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال هكا. رطيبة، يعني بقى ما خدمتش بها ولكن ان شاء الله نخدم بها، يعني هكا مزيانه حتى هي عمليه كتوزع. هاد كنعرفوا هاد النوع ديال هاد لي بانسو هادو كيكونوا عمليين في التوزيع ديال الفون دو تان او لا كريم الاساس على الوجه. صراحه حتى هي شفتها في الموقع وعجبتني وخديتها. فكيف ما قلت بالنسبه لهذا الشيء كامل غادي نخلي لكم الروابط ديالو في صندوق الوصف. وتوصلت ايضا بهاد الباليت هادي ديال ظلال العيون او فاغا بوبيير هكا اللي كيكون فيهم الجليتر. هذا هو الشكل ديالو من الداخل، نتمنى يكون واضح مزيان في الكاميرا. صراحه هذا هو الشكل ديالو، ما عجبتنيش الجوده ديالهم بزاف لان هكا ملي كنحطوهم كيبداو يتفرتوا، كيبداو يطيحوا ويتشنتفوا على هكا. هذا هو الشكل ديالهم، وتال الجليتر اللي فيهم داك الصقل اللي فيهم غليظ بزاف، صراحه ما عجبنيش بزاف، ما عرفتش واش غادي نقدر نستخدمها او لا. المهم على اي حتى نجربها، انا باقا ما جربتهاش ولكن هكا بحال كتقد تفرتت. نتمنى يكون واضح لكم مزيان. هذا هو الشكل ديالهم، المهم حتى تنجربوا، انا باقا ما جربتوش في عيني حتى نجربوا ونحكم عليه. الصراحه اللوينات فيهم زوينين هكا. وتوصلت ايضا بهاد التروس هذه ديال المكياج، هذا هو الشكل ديالها، فيها جوج ديال الطوابق. انا ديجا راني استعملتها، ديجا عمرتها بداك يعني المكياج اليومي ديالي. هذا هو الشكل ديالها، صراحه كتهز، عجبتني زويونه، يعني انا دايره فيها هنا شي حاجه ديال المكياج غير داكشي اليومي، ماشي يعني ما كتهزش حاجه اللي هي كثيره، ولكن داكشي اللي كنبغيو يكونوا هازين ديما معنا. هنا لتحت كيف ما قلت فيها جوج ديال الطوابق، هذا هو، يعني انا هنا ديجا في دايره في داكشي ديالي. صراحه عجبتني والشكل ديالها زوين، فيها الالوان. هذا هو الشكل ديالها هنا، صحيحه الجوده ديالها مزيانه، وكيف ما قلت فيها بزاف ديال الالوان، يعني ما عليكم الا تدخلوا الموقع وغادي تلقاو جميع التفاصيل. يعني هكا الشكل ديالها زويون وكتهز، صراحه هزه بزاف ديال الحويجات كيف ما قلت، خصوصا المكياج اولا داكشي اليومي ديالنا واقي الشمس، يعني البانسو اللي كنخدموا به الفون دو تان، يعني داكشي اللي هو اساسي كنبغيو حنا النساء ولا حنا البنات نهزوه معنا بشكل اللي هو يومي. فكتهزو هكا والشكل ديالها زويون حلو وفيها بزاف ديال الالوان كيف ما قلت. فكنظن هادشي اللي توصلت به. فبالنسبه للطريقه اللي يمكننا نشريو من موقع بانكوت او اي موقع اجنبي، ما علينا الا تكون عندنا واحد كارت بونكير انترناسيونال او بطاقه بنكيه دوليه. كيفاش يمكننا نحصلوا عليها؟ يكفي اننا نمشيو للبنكه اللي كنتعاملوا معها ونطلبوا هذه الكارطه هذه، وكتصاوب يعني في غضون ايام معدوده كيف ما قلت هكا، باش نبغيو نتقدموا اي، ماشي ضروري من بنكود، اي موقع هكا على برا ديال البلاد كتجينا سهله. فكنظن هادشي اللي كاينه، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وهكا هادشي اللي خديت من الموقع حتى هو يعجبكم. وكيف ما قلت غادي نخلي لكم الروابط كامله. اساسا يعني موقع بانكود هو واحد الموقع اللي هو زوين بزاف، كنلقاو فيه كلشي صراحه، من داكشي اللي عنده علاقه بالتصوير، داكشي اللي عنده علاقه بالكوزينه، الديكور، المكياج، الملابس، صراحه هو واحد الموقع اللي متكامل. كنلقاو فيه بعض الاشياء اللي هي زوينه والجوده ديالها عاليه، وفي بعض الاحيان كتكون بعض هكا الاشياء اللي الجوده ديالها كتكون على قد الحال، فكنختاروا الحاجه اللي هي مزيانه. وهذا هو الدور ديال اليوتيوبرز، يعني دائما كنعطيكم كالفكره شي حاجه هكا كانت عجبكم وبغيتوا تشريوها، فحنا كنعطيكم فكره واش مزيانه تستاهل انها تشرى او لا ما مزيانهش. فهادشي اللي توصلت به كله مزيان الا داك الصاك الحمر هو اللي ما عجبنيش الصراحه. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم بحال ديما يعجبكم، والا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك من باب التشجيع فقط. وشكرا جزيلا على حسن تتبعكم، والى فيديوهات قادمه ان شاء الله.